الزميل عبد الله جعفري. عبد الله، بداية مساء الخير. مساء الخير نوفل، تحية لك ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناة ميديا ان تي في. عبد الله، يعني وصلتم اليوم ولكن بالتأكيد شاهدتم الأجواء في مدينة أكادير، أجواء المونديال، كيف تقرؤون ربما الجو العام هناك في مدينة أكادير على بعد يومين فقط من احتضان منافسات كأس العالم للأندية، هذه التظاهرة الرياضية التي تشهد يعني حضورا وازنا من كل أندية العالم، قارات العالم، تمثيلية كبيرة جدا من الباير وصولا للرجاء البيضاوي، يعني الجو العام هل يوحي بأن هناك تظاهرة رياضية كبرى في الانتظار؟ نعم نوفل، إذا أقل من 48 ساعة تفصلنا عن انطلاق النسخة العاشرة من مونديال الأندية لكرة القدم والذي ستحتضنه مدينتي أكادير ومراكش على التوالي. مدينة أكادير المدينة التي ستنظم المرحلة الأولى تسابق الزمن لتكون في الموعد، جميع التدابير اتخذت لإنجاح هذه التظاهرة. ملعب أكادير، ملعب أضرار، ملعب الكبير الذي سيحتضن المباراة الافتتاحية أضحى اليوم في عهدة الفيفا وهو جاهز لاحتضان المنافسات. الوفود نوفل تتوافد على مدينة أكادير، كما تعلم فريق الرجاء كان هو السباق للحضور لمدينة أكادير، ثم تابعه فريق أوكلاند سيتي الذي أجرى اليوم حصة تدريبية بالملعب الملحق بالملعب الكبير. ربما نوفل نصف ساعة من الآن ستصل طائرة خاصة تقل فريق الأهلي المصري، الفريق العربي الثاني المشارك في هذه البطولة. نوفل إذا التحضيرات تسير على قدم وساق، التذاكر كما لاحظنا قمنا بزيارة لملعب الانبيعات، أحد النقاط الهامة التي تباع فيها التذاكر. إقبال لا يبدو كثيرا نوفل صراحة، لكن المعلومات التي تحدثتنا عن ربما هناك بعض فئات البطائق استفيدت بالكامل خاصة فئة 100 درهم. نعم عبد الله، يعني بالحديث عن التذاكر، وسائل الإعلام تتحدث على أن تذاكر المونديال قد نفذت أو قاربت على النفاذ، هل ترون حضورا وازنا ربما لجماهير الرجاء؟ نعلم بأن هناك جماهير يعني تنقلت من الدار البيضاء وعدد من المدن المغربية لمساندة النصر الخضر في مباراة الافتتاح، هل تشهدون هذا الحضور للجماهير الخضراء؟ لأن نعلم مباراة يوم المباراة لن يكون هناك بيع لتذاكر اللقاء الافتتاحي، وبالتالي هل أكادير بالفعل تشهد حضورا للجماهير المغربية من كل الفئات ومن كل المناطق لمساندة النصر في يوم الافتتاح؟ نعم نوفل، البطولة طبعا ستحظى بمشاركة جماهيرية كبيرة، لكن صراحة عندما قمنا بزيارة لملعب الانبيعات لم نلحظ تلك الإقبال الكبير، لكن هناك جماهير الأكاديرية بالخصوص الجماهير السوسية التي ستساند فريق الرجاء البيضاوي ممثل الكرة المغربية في هذه البطولة. لكن نوفل عند يعني سؤالنا لبعض المواطنين قالوا بأن هناك الكثير من الناس اشتروا يعني تذاكر المباريات عبر الانترنت، وهو ما جعل يعني الشبابيك بيع التذاكر لا تشهد إقبالا كبيرا. نعم شكرا جزيلا عبد الله، سنعود بالطبع إليك خلال هذه الحلقة. عبد الله، يعني تحدثنا على الأجواء العامة هناك في أكادير، تحدثنا على مبيعات التذاكر، سنتحدث الآن عن مقر ربما حفل الافتتاح وهو ملعب أكادير، ملعب أضرار الجديد. هل اطلعتم ربما على برنامج حفل الافتتاح؟ اطلعتم على الفقرات التي ستنظم؟ اطلعتم أيضا على الشخصيات ربما الوازنة التي ستحضر هذا الحفل على مستوى رئيس الاتحاد الدولي لملا السيدة جوزيف بلاتر وأيضا التمثيلية الدولية والمحلية؟ نوفل، لن أجيبك عن هذا السؤال، بل سيجيبك عن هذا السؤال السيد كريم العكاري رئيس لجنة القيادة في لجنة تنظيم المونديال. نعم. سي كريم مساء الخير. مساء الخير. سي كريم، بداية يعني 48 ساعة تفصلنا عن انطلاق المونديال، ما هي آخر التحضيرات؟ فالحمد لله احنا جاهزين باش نستقبلوا هذه التظاهرات الدوليه في احسن الظروف. فجميع ترتيبات تخادوا باش نشرفوا بلادنا في هذه التظاهره ونكونوا في المستوى المطلوب. ففي نفس الوقت عقدنا عده اجتماعات مع الاخوان ديال الاتحاد الدولي لكره القدم، وهما تعبروا على الارتياح ديالهم وكذلك على الطمئنان ديالهم اللي في فيما يخص هذه التظاهرة.
بالنسبة لحفل الافتتاح، هل هناك يعني مفاجآت؟ من الشخصيات التي يمكن أن تحضر في هذا عند حفل الافتتاح؟ فكاين هناك عدة شخصيات اللي غادي يحضروا بالفعل كما تتعرفوا، فهما شخصيات اللي عندهم علاقة مع كرة القدم، ولكن كذلك عدة فنانين. ففيما يخص حفل الافتتاح، فانتم تتعرفوا دفتر التحملات ديال الاتحاد الدولي هو تيفرض علينا واحد الحفل افتتاح اللي غادي يكون خصو يكون خفيف، لانه التوقيت ما تساعدناش باش يكون حفل افتتاح في اكبر 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 مستوى. ففي نفس الوقت غادي يكونوا ان شاء الله مباريات اللي هما غادي يكونوا في المستوى. انتم تتعرفوا البرنامج، البرنامج فهو شيق، غادي يكونوا مباريات اللي هما في المستوى، وتنتمنوا ان شاء الله تكون هذه فرصة باش تكون واحد الروح رياضية اللي غادي تبان في هذه الملاعب. ما ننساوش في نفس الوقت فهاد التظاهرة في المغرب فغادي يكون هو عاصمة العالم فيما يخص كرة القدم خلال 10 ايام. فلا سمحت لي بغيت نشكر كذلك جميع المؤسسات، الوزارات، المؤسسات، وجميع الاخوان اللي تيشتغلوا ليل ونهار لانجاح هذه التظاهرة. نعم عبد الله، فقط اذا اقل من عبد الله. نوفل سؤال لو سمحت. نعم نوفل. عبد الله اذا سمحت، لدي سؤال من شقين للسكري معكاري. السؤال الاول يتعلق بأرضية ملعب أكادير التي تضررت ربما بعد إصابتها ببكتيريا، هل تم تحسين هذه الأرضية لكي تكون مستعدة لحفل الافتتاح من جهة، وايضا لمباراة أوكلاند ورجاء؟ والسؤال الثاني يتعلق بربما الحقوق الخاصة بالبطولة، نتحدث عن حقوق إعلامية نعم ل90 دقيقة ربما لمباريات، ولكن تعدت المسألة هذه الأمور لكي تصل لتدريب للمؤتمرات الصحفية. الآن الإعلام الوطني يخرج ربما خاوي الوفاض من هذه المنافسة، فكيف يمكن أن نروج نوعا ما لكرة القدم ولهذه النهضة ربما الكروية واستضافة أحداث كبرى من طينة مونديال الأندية بدون تغطية إعلامية في المستوى من طرف القنوات المحلية التي لم تمنح ربما بطاقات الاعتماد لممارسة نقل هذه البطولة بتفاصيلها المملة، بعيدا عن نقل المباريات كـ90 دقيقة كاملة؟ نعم نوفل. سي كريم، يعني أرضية ملعب أكادير كانت قد أصيبت يعني بفطريات، ما هي آخر الأنباء عن أرضية ملعب؟ هل هي صالحة اليوم لإجراء مباراة بين أوكلاند سيتي ورجاء البيضاوي؟ فهي ممتازة، فهي ممتازة، فالحمد لله تمكنا باش نتغلبوا على ونعالجوها. فالحمد لله عندنا خبراء مغاربة اللي هما في واحد المستوى عالي، فالحمد لله. فالكل يطمئن، فالعشب فهو على واحد الحالة اللي هي ممتازة، وهذا بشهادة الخبراء ديال الفيفا اللي كانوا معنا وواكبوا معنا جميع العمليات. بالنسبة للنقل التلفزيوني، نعلم أن يعني هناك شركات احتكرت بث المباريات، لكن حتى كواليس، حتى يعني متابعة الأندية المشاركة في الفنادق يعني في التدريب هو شيء ممنوع. هل هذا سيساهم يعني في نشر كرة القدم، اللعبة الأكثر شعبية في العالم؟ انا باش نجاوبك بكل صراحه، فانا ماشي اختصاصي ديال النقل التلفزي، ولكني غادي نحاول نجاوب على هذا السؤال. فانتم تتعرفوا لان هذه التظاهره فهي تتنظمها الفيفا، فالفيفا عندها كذلك شركاء ديالها اللي تستثمر معها. فهذا النقل التلفزي هي بعثوا القناه، فكاين هناك في نفس الوقت اتصالات، وباش نحاولوا نعالجوا هذه النقطه. ولكني باختصار فكاين هناك التزامات ما بين الاتحاد الدولي وما بين الشركاء ديالو. شكرا سي كريم العكري. نوفل، قبل ان نعطيك الكلمه اود ان اقول بان اللجنه المنظمه لكاس العالم ستنظم يوم غد في منتصف النهار بمدينه مراكش باحد فنادق مدينه مراكش ندوه صحفيه بحضور ممثلين عن الفيفا، السيد جيرون فالك الامين العام للاتحاد الدولي لكره القدم، محمد روروا رئيس الدوره، ومن الجانب المغربي عبد الاله اكرم نائب رئيس الدوره، ومدير الدوره كريم عالم. نوفل، شكرا جزيلا لك عبد الله.